ديرت الكولد كريم، دي مثال على الووتر اويل كريم. في عندنا بتتكون برضه متفقنا اي كريم بيتكون من جزء اكوا وجزء اويلي. الجزء عندنا الكومبوننت بتاعتنا بتتكون من بيز واكس، دي الماده عندي اويلي. تاني حاجه البوركس، ودي ماده بدوبها في الاكوا سكيل بتاعتي. تالت حاجه الليكويد بارافين، وسبعه 3.10 مللي ميه. زي ما اتفقنا عندي جزئين بالتحضير، جزء اكوا وجزء اويلي. لازم عشان التحضيره معايا تطلع مظبوطه لازم يكون الاكوا والاويلي الاثنين على الووتر باث على نفس التمبريتشر. اول حاجه زي ما اتفقنا بحط الاكواس بتاعي، الاكواس فيز بتاعتي جواه البوركس اللي هو بيدوب فيه على الووتر باس. بعد كده ابدا احط الاويلي فيز بتاعي على البورسلين داش اللي هو سخن بالترتيب اللي احنا اتفقنا عليه، هو ديسندنج اورتر اوف ميلتنج. يعني ابدا بالحاجه اللي هي ميلتنج بوينت عاليه، بعد كده انزل ميلتنج بوينت اقل فالاقل. اول حاجه عندي هحطها اللي هي البيز واكس، هحطها عندي في البورسلين داش. اول ما تبدا تسيح ما بستناش لما تسيح كلها، اول ما تبدا تسيح معايا بحط الليكويد بارفي بتاعي اللي هو ال 11 وربع مللي. بعد كده لازم استنى بعد كده لغايه ما يحصل كومبليت ميلتنج للبيز واكس مع الليكويد برف بتاعي قبل ما ابدا اضيف الاكواس على الاويلي فيس. برضه ما اتفقنا ببدا ما اقلبش الاويلي فيس خالص قبل التست تيوب لغايه ما يحصل كومبليت ميلتنج عشان ما تلزقش حاجه عندي في التست تيوب بتاعتي. كده كل البيز واكس عندي اهو بقى مع ليكويد بارفين بعمل له ميكسنج مع بعض. بعد كده بضيف الاكواس بتاعي مع الاويلي كله مره واحده وابدا اقلب في اتجاه واحد لغايه ما يحصل الكريم بتاعي كونجيني. وعشان في الكريم بتاعي ان هو هيبدا يلم معايا لازم اول ما احط الاكواس على الاويلي يبدا لونه ابيض، معنى كده ان الماتش بتاعي هيتكون.
رجع معايا الشكل النهائي للكولد كريم بتاعي. بعد كده بعبيه لما يبرد الكونتينر بتاعتي احط عليه ليبل كولد كريم تو بي ابلايد.